مهاراتك بالتحكيم نعرفها صافره وكارت وطرد وغيرها، مهاراتك داخل البيت شنو؟ انا اقول يعني انصح كل الحكام وانصحك انت بالزواج. وانصح كل شخص ما متزوج. تمنيت ان المنتخب العراقي ما يوصل للنهائي حتى تحكم؟ تبقى فرحه الناس هي يعني غايه بالنسبه لي يعني، وسعاده يعني كبيره جدا اشوف فرحه الناس بيا. منظومه التحكيم تحتاج لفراغ. شوف هاي المباراه يعني عندنا اصعب من مباراه السعوديه قطر صراحه.